أعلنت شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات عن طرح 70 رقما من فئة الأرقام الجديدة المميزة للوحات السيارات الخاصة للمزايدة الإلكترونية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للعربية للمزادات أو التطبيق الخاص عبر الهواتف الذكية، اعتبارا من الساعة 6 من مساء اليوم الخميس وحتى 6 من شهر يوليو المقبل. ويأتي تنظيم هذا المزاد استمرارا للدور الذي تقوم به شركة مزاد في طرح سلسلة الفئة الجديدة من أرقام لوحات السيارات الخاصة وإتاحة فرصة اقتنائها أمام الجميع. ويعكس كذلك نجاح التعاون الثنائي القائم بين شركة مزاد والعربية للمزادات في تنظيم المزايدات العلنية والإلكترونية والتوظيف الأمثل للتقنية المتطورة في هذا النوع من منصات البيع. وسيكون الحد الأدنى لبدء المزايدات 100 دينار.